طرح 30% من أسهم القرض الشعبي الجزائري للاكتتاب كمرحلة أولى قبل توسيعها لباقي البنوك ضمن عملية واسعة أطلقتها الجزائر لخصخصة البنوك مستقبلا وتكييفها مع التحولات الدولية في المجال وتحسين كفاءتها باعتبارها ركيزة للاقتصاد الوطني. لا يخفى على أحد أن فتح رأس مال بنوك جزائرية 30% بالنسبة لبنكين هذا راح يقدم مزايا عديدة على البنوك والساحة المالية، نذكر منها بالنسبة للبنوك تعزيز الاستقرار المالي. ما يخفاش عليك بلي رئيس الجمهورية صرح بلي كان أكثر من 10,000 مليار دينار في السوق الموازي. اليوم كي تفتح رأس المال كان أموال مكدسة، ناس ما صابوش وين يستثمروا. النسبة المطروحة للاكتتاب يرى فيها المختصون أنها ستسمح للدولة الجزائرية بالتحكم في أصول البنك وتبقيها ضامنا لمدخرات الجزائريين فيه. توجه الحكومة أو توجيه الحكومة للاقتصاد الوطني نحو المزيد من التحرر ولو بسرعة في رأيي أنا كخبير لازالت بطيئة جدا هو نوع من الانفتاح أو انفتاح القطاع العام على دخول القطاع الخاص في رأس ماله، وبالتالي فتح رأس المال تحت نسبة 30% كأقصى تقدير، يعني دائما تحت 33% هو أصلا لمنع الأقلية المالكة للأسهم من التعصير. ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية تسرع الجزائر فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة مدروسة بدقة تؤكد رغبة السلطات الجزائرية في فتح المجال أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين للمشاركة بفاعلية في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني.